نكمل على راحتنا. معنا على الهاتف صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن مساعد عضو الشرف الهلالي. مساء الخير سمو الامير. اهلا وسهلا مساء النور. سمو الامير يعني خبر اكيد يعني جاتك اتصالات عليه، تم تداوله في كل مكان، نيه الامير عبد الله بن مساعد الترشح وان هناك من عرض عليه وانه يفكر في الموضوع، توضح لنا الصوره سمو الامير. والله انا سمعت يعني بالخبر زي انتم ما سمعتوا في امس، فجاني اتصالات من يعني من ناس اصدقاء وفي الوسط الرياضي، واول شعور جاء عندي انه يعني اكيد لا ولا افكر في الشيء هذا ولا خطر على بالي، بس يعني هذا شعور مبدئي بدون تفكير. فتلقيت اتصالات كثيره من اصحاب من اصدقاء ويعني واخوان في الوسط الرياضي، وبعضهم كان يعني اكثرهم كان يقول لي ليش ما تفكر، وبعضهم كان يقول لي لا يعني لا ما تناسب لك او، فانا يعني شعوري المبدئي اني ما حسوي هذا الشيء، واعتقد انه ما حيتغير حتى لو فكرت، لكن انا افكر يومين ثلاثه اشوف، اذا حسيت ان عندي رغبه في هذا الشيء واشك ان هذا الشيء حيحصل ابدا انا استشير ناس في الوسط الرياضي وخارج الوسط الرياضي ومن يعني، لكن ما وصلت المرحله هذه لسه. يعني ممكن الضغوط الاتصالات تاثر على قرارك سمو الامير ولا؟ لا والله يعني ما في ضغوط، اصلا اتصلوا علي كلهم ناس يعني اصدقاء، لكن انا اقول لك انه يعني انت مثلا يا تركي اكيد مثلا يعرض عليك بعض الامور، واول شعور عندك يكون لا ولا ايه بدون ما تعرف تفسر ليش لا ولا ايه. انا اول شعور جاء عندي لا ما يعني ما ابي، فولا لكن قرر يعني بعطي الموضوع يوم يومين، لكن ما اعتقد يعني اعتقد ان الاحتمالات الاكبر اني ما همشي في الموضوع هذا. الامير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز عضو شرف نادي الهلال، شكرا جزيلا لك. شكرا يا اخي.